اختلفت الدراما التلفزيونية السنة دي عن السينما ونجحت معظم الأعمال اللي تم تقديمها في عام 2013، وشهدت المسلسلات ميلاد مؤلفين جدد واللي بيعتبروا الأساس لأي عمل درامي. ظهرت بقوة مثلا الكاتبة مريم نعوم ومحمد أمين راضي ومحمد سليمان وياسر عبد المجيد، إلى جانب أسماء كبيرة مثل السيناريست الكبير وحيد حامد ويوسف معاطي ومدحت العدل. والحقيقة إننا لاحظنا كمان إن كتير من المسلسلات اعتمدت على الأعمال الأدبية، زي مسلسل مثلا موجة حارة ومسلسل ذات، واللي بيعتبروا الحقيقة من أفضل مسلسلات السنة دي، وده طبعا بشهادة النقاد. هنلاقي مثلا ان مسلسل ذات قدم معالجه قويه جدا للتغييرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي عاشتها مصر خلال الستين سنه اللي فاتوا، من خلال طبعا شخصيه ذات واللي قدمتها الفنانه نيلي كريم، واخرج العمل المخرجه المتميزه كامله ابو ذكري. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنانه بطله مسلسل ذات واللي حقق نسبه مشاهده كبيره جدا، الفنانه نيلي كريم، ونلتقي كمان بالمخرجه المتميزه كامله ابو ذكري. الحمد لله المسلسل نجح مع الجمهور، وانا انبسطت جدا ان الناس عجبها رغم ان المسلسل بسيط، لكن حقيقي الناس انبسطت قوي منه. يا زاد، مش معقول تسيب الكليه عشان خاطر رسم عبد المجيد ده؟ انت عايز تبقي زيه من غير مؤهل عادي وكل الوقت بتدور على مصلحته. زوزو كانت موصلاني اجيب لك عقد عمل في الخليج. بقى انا بقول لك تقلبي الوقت، تقولي الكباري بيلمع. اكيد وانا بصور كنت عارفه ان احنا بنعمل حاجه محترمه ومعانا مخرجه يعني كانت عايشه مع ذات بقالها سنتين، يعني قبل ما ندخل التصوير، وحضرنا كتير واشتغلنا واجتهدنا. فكل اللي كنت بتمناه ان المسلسل ينجح، يعني يتعمل بشكل كويس ويعجب الجمهور، بس الحمد لله يعني حصل اجماع عليه جميعا، حتى النقاد. يعني بابا مهندس، عارفين عمارات الالف مسكن؟ هو اللي اشرف على ولادي. انا بنتي مش وش الشغل ومش وش بهدله. انت اناني قوي يا حسن. كانت صعبه بالنسبه لنا كلنا، للمخرج وللكاتب وللمنتج وللممثلين كلهم، لان هي روايه صعبه قوي لاستاذ صنعاله ابراهيم، وفيها تفاصيل كتير جدا، فالحمد لله. يعني مين ده؟ عبد المجيد. اوف كورس هنجيب شقه في جاردن سيتي. لا لا، هنجيب شقه في الزمالك، هجيب عربيه. وانا عشان عبيطه صدقتك. اكيد يعني نجاح زاد ده اداني كده دفعه، يعني ان انا ممكن اكرر تجربه المسلسل، ورب تبقى يطلع ناجح زي ذات، عشان الواحد يعني بيبقى فرصه برضو للمسلسلات. حاجه بحب السينما اكتر طبعا كتير، طبعا مفيش مقارنه. يعني غاب معظم النجوم الشباب السنة دي عن دراما 2013 زي أحمد السقا وكريم عبد العزيز، لكن ظهر بقوة السنة دي الفنان هاني سلامة، واللي قدم مسلسل الداعية واللي حقق نجاح كبير لأنه ناقش فكرة التطرف الديني ونافس النجوم الكبار السنة دي في دراما 2013، وكان أبرزهم الزعيم عادل إمام، واللي قدم مسلسل العراف وحقق نسبة مشاهدة عالية وقدم دور جديد عليه تماما. لكن تراجع عدد كبير من النجوم الكبار في مستوى الأعمال اللي قدموها، زي الفنان مثلا نور الشريف واللي قدم مسلسل خلف الله، والفنان فاروق الفيشاوي واللي قدم مسلسل أهل الهوى. كمان عاد الفنان محمود حميدة السنة دي للتلفزيون من خلال مسلسل ميراث الريح، لكن مسلسل الحقيقة ما حققش نسبة مشاهدة عالية وما حققش النجاح المتوقع. شاركت في بطولته الفنانة عفاف شعيب، واللي هنلتقي بيها واللي هتكلمنا أكتر عن مشاركتها للفنان محمود حميدة ومسلسل ميراث الريح. يعني سر أبوك، أنا أكبر جلاب للمخدرات في البلد،
بتصرف ملايين من غير مقابل، يعني طول الوقت بتخسر، وده مش طبيعي. والله هو ناس كتير انبسطت من العمل، ولكن هو ما خدش حظه في العرض حقيقي. فان شاء الله يعني في العروض القادمة ان شاء الله يكون احسن واحسن، لكن في ناس كتير قوي انبسطت منه في الحقيقة. يعني ايه المحمولك على الله؟ اللي زيك يا ابراهيم لا يمكن ربنا يتخلى عنه ابدا. والله ان شاء الله التلفزيون باذن الله، ان شاء الله في اكتر من حاجه في الحقيقه، بس لسه ما اخترتش ولسه ما حددتش، لان مش عارفه لسه بقيم، يعني ما اقدرش اقول دلوقتي اي حاجه. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا للفنان مجد القاسم بيقول: تبا لهذا الربيع الذي لم تتفتح فيه الا الاشواك. احمد صفوت: الارهاب لا دين له، حسبي الله ونعم الوكيل. امل رزقي: رحم الله شهداء المنصوره الذين راحوا ضحيه الارهاب الغادر. نشوى مصطفى: شعب مصر كله في ظهر الشرطة والجيش، ربنا معاكم وينصركم، ويا رب ارحم شهدائنا الأبرار. حمد هلال: خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء وضحايا حادث المنصورة الإرهابي، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين، يا رب احفظ مصر وشعبها. محمد رياض: تبدأ الحرية عندما ينتهي الجهل، لأن منح الحرية لجاهل كمنح السلاح لمجنون. جمال العدل: فعلا انتم شعب واحنا شعب. واخيرا ميار الببلاوي: لا للارهاب نعم للدستور، هنكمل لاخر المشوار. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهارده، استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور الطبيعيه ادريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديه دريم تي في. اشوفكم بكره بالوان الطبيعيه.